وأبدأ معك سيد غزوان، مساء الخير. قانونيا لو نتحدث عن هذا القرار الذي تم الإعلان عنه من قبل رئيس فرع التجنيد في جيش النظام اليوم، كيف يمكن لجيش النظام أن يقوم بالحجز على أملاك الناس بشكل مباشر مثلا دون مذكرة قضائية، دون تفاصيل قانونية معينة؟ ما هي المرجعية القانونية التي يستند عليها الآن في هذا القرار؟ تحياتي لحضرتك ولضيفك الكريم. يعني بحب أشير بداية أنه موضوع المسار حاليا فيما يتعلق بدفع بدل فوات الخدمة هو من ضمن القانون رقم 35 لعام 2017، يعني اللي إجا معدل لأحكام قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007، وبالتالي المسألة ليست جديدة، يعني مضى عليها 3 سنوات حتى الآن، لكن أن تسار اليوم على مستوى إعلامي بهي الطريقة ربما بسبب يعني أنه التصريح الذي أطلقه هذا المسؤول العسكري فيما يتعلق ب يعني بدلات خدمة العلم كونه حديث، يعني أعلن حديثا، هو تجديد لتصريح سابق أو لمعلومات سابقة وردت حتى في القانون مشار له. يعني هو بالأساس الموضوع موجود، يعني كما نفهم منك سيد غزوان، لكن اليوم اللافت والذي يعني أثار عدة تساؤلات من قبل الناس أن يعني من سوف يحاسب ليس فقط المتخلف عن الخدمة الإلزامية في جيش النظام، سيكون هناك حجز إن كان للعائلة للأقرباء، وحتى كان يذكر المسؤول في جيش النظام أن كل من له صلة بالمتخلف سوف ينظر بموضوع الحجز على أملاكه. بأي حق، بأي منطق يتم الحديث بهذا المنطق أساسا؟ يعني دعني أقول أنه هذا الرجل يهرف بما لا يعرف. يعني القانون رقم 35 لعام 2017 هو المرجع في هذا الموضوع، وهذا الكلام لم يرد في القانون ولا يجوز أن يرد في القانون، لأنه أصلا في مبدأ دستوري بيقول بشخصية العقوبة، بمعنى أنه الشخص الفاعل أو المرتكب للفعل المجرم هو اللي بيتلقى العقوبة وليس حدا من أهله يعني بيتحمل المسؤولية في هذا الأمر. مبدأ شخصية العقوبة هو مبدأ دستوري منصوص عليه بالمادة 51 من الدستور. أما القول بأنه والله راح نحجز على أموال أسرته أو من يلوذ به، هذا كلام مرسل ما له أي قيمة قانونية. القانون واضح بنص على إلقاء الحجز التنفيذي، علما أنه أول تعديل صدر كان هو إلقاء الحجز الاحتياطي وليس التنفيذي، ثم سرعان ما تم تعديل العبارة إلى الحجز التنفيذي بقرار من وزير المالية. يعني تحال الطلبات إلى وزير المالية، وزير المالية يتخذ قرار بإلقاء الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف بالخدمة الإلزامية والممتنع عن دفع بدل فوات الخدمة وقدره 8000 دولار أمريكي كما أشرتم. خلال مدة 3 أشهر يجب أن يؤدي هذا المبلغ، والمدة تبدأ من اليوم التالي لتجاوز المكلف السن المحددة وهي 42 سنة. يضاف إلى مبلغ 200 دولار عن كل سنة تأخير بشرط أن مجموع الغرامات لا تزيد عن 2000 دولار، بالإضافة طبعا إلى عقوبة الحبس لمدة سنة لمن لم يبادر بالدفع. فبالتالي ما في بالقانون شيء اسمه نحجز على أموال، إن لم نجد أموال للمكلف نحجز على أموال زوي أو أقاربه، هذا الكلام ما له أي قيمة قانونية. هذا الموضوع ليس له أي قيمة قانونية وهو أمر غير موجود.